السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف السلاب على برنامج جوجل بلاي. اجي اعمل المنت واقول له انا عايز اضيف سلاب، وابدا احدد الحدود بتاعت السلاب بتاعتي. اول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة، رابع نقطة، وممكن تدوس انتر عشان تحدد النقطة ديت، ولما تخلص هتدوس اسكيب عشان الامر يتنفذ. ممكن تيجي تشوفها هنا في 3D بالشكل دوت. لو عملت زوم هتلاقي السلاب بالشكل دوت، ولو جيت دوست عليها مرتين هيبدأ يجيب لك الخصائص بتاعة السلاب دوت، الشكل بتاعه، الهايت بتاعه. هتقدر تغير الهايت تخليها زي ما انت عايز، الليت اوف هاي تبدأ تشوف الإعدادات بتاعتك، الماتيريال سيليكشن تقدر تختار الماتيريال اللي انت عايزها، أي ماتيريال تقدر تضيفها، وتقدر تحدد اللون اللي انت عايزه، الباترن، الهاتشنج هيظهر ازاي في البلان وهكذا.